وينضم إلينا من إسطنبول مراسل الغد علام صبيحات. إذن علام، مجموعة من التحركات الدبلوماسية واللقاءات فيما يتعلق بتركيا مع عدة دول، لدينا هناك اليونان وهناك أيضا روسيا ولقاء مع أنجيلا ميركل، ضعنا في التفاصيل. نعم طبعا، بداية دعينا نتحدث عن الجانب اليوناني. هناك التواصل بين الجانب التركي، بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مساء أمس، يتعلق بتطورات الأوضاع في شرقي البحر الأبيض المتوسط، التوتر مع أثينا ومحاولة ربما إعادة تفعيل الوساطة الألمانية. نحن نعلم أن هناك وساطة ألمانية في محاولة منها لتخفيف التوتر بين أنقرة وأثينا، ربما تراجعت في الأيام الماضية هذه الوساطة بسبب ارتفاع منسوب التوتر بين الجانبين والخطوات التركية في شرق المتوسط، ولكن بعد سحب سفينة أوروش ريس التركية إلى ميناء أنطاليا، قال الجانب التركي لأنجيلا ميركل، إردوغان أبلغ أنجيلا ميركل أنه يمكن تقييم هذه الخطوة، أي خطوة سحب السفينة إلى ميناء أنطاليا، كحسن نية، بادرة حسن نية، وأن تستغلها اليونان من أجل الذهاب إلى حوار ربما يصل إلى نتائج إيجابية بين الجانبين. وبالتالي الجانب التركي يريد أن يعطي صورة إيجابية وأن هناك تخفيف للتوتر وحدة اللغة واللهجة المستخدمة من جانبه. هذا طبعا يأتي قبيل انعقاد مؤتمر أو الاجتماع الذي سيعقد في 24 و25 للمجلس الأوروبي، والذي على الأغلب قد يفرض عقوبات على تركيا بحسب ما يرى الجانب الرسمي التركي. هي محاولة بحسب مراقبينا لسحب البساط من تحت، سحب الذريعة على الأقل، في أمام فرض عقوبات أوروبية على تركيا، ومحاولة لإعادة إحياء الوساطة الألمانية. الجانب التركي على الجهة المقابلة أعلن قبل قليل عن أن هناك محادثات انطلقت فعلا اليوم للمرة الرابعة بين قوسين في اجتماع تقني عسكري بين الجانبين التركي واليوناني في مقر حلف الناتو، من أجل مناقشة استحداث آليات حتى لا يحدث تصادم عسكري بين الجيشين التركي واليوناني في منطقة البحر الأبيض المتوسط. ورغم ذلك أعلنت وزارة الدفاع التركية قبل قليل أيضا عن أن السفن الحربية والفرقاطات الحربية التركية ترافق سفن التنقيب التركية، سواء العاملة في شرق البحر الأبيض المتوسط بما يشمل سفينة يافوز وبربروس وسفينة الفاتح في البحر الأسود، وتقول إنها ستواصل عملها في حمايتها والوجود العسكري في محيطها على الدوام من أجل استكمال عملها كما تقول. على الجانب الآخر، المحادثات مع الجانب الروسي. نعم علام، كنت أسأل عن كيفية تعامل المراقبين مع التصريح التركي بإجراء اتفاقية مع مصر على غرار تلك التي عقدتها تركيا مع ليبيا. تماما، الجانب التركي واضح تماما منذ مدة، على الأقل منذ عدة أسابيع، يريد أن يوصل رسالة بأنه معني تماما بالتقارب مع الجانب المصري، وأنه مستعد للتواصل مع الجانب المصري فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية تحديدا. وبحسب تصريح وزير الخارجية التركي يوم أمس، كان واضحا تماما بأن تركيا منفتحة على الحوار مع كل الأطراف وتحديدا مع الجانب المصري في موضوع ترسيم الحدود البحرية وموضوع التواصل تحديدا. قال إن هناك تواصل فعلي يجري حاليا بين الجانبين التركي والمصري فيما في جانب الأجهزة الاستخباراتية، وبالتالي هو قال إن هذا التواصل يحدث وإنهم منفتحون على التواصل مع الجانب المصري في موضوع ترسيم الحدود البحرية. وهذه بحسب مراقبين محاولة من الجانب التركي لتخفيف حدة التوتر القائمة منذ مدة طويلة مع الجانب المصري. وطبعا هذا التصريح التركي أو الإيحاء التركي بأنهم يرغبون بتخفيف التوتر مستمر منذ مدة، والآن يتم التركيز عليه بشكل كبير. شكرا جزيلا لك علام صبيحات مراسلنا من إسطنبول.